السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقولكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين عطال يريح مدرب جماعه بالماضي، بصح عطال ما يلعبش. عطال بارمي لي 18 ما كاش في القائمة تاع نيلس، ما لعبش عطال، ما شفناش لعب. انا شاهدت في دونتري كاين اندي دي لور برك، وفي لي روبلاسو كاين هشام بوداوي وكاين بلال ابراهيمي. هذا مكان غادي يجي يقول لك بلي المدرب يعاني مشاكل كبار، بصح هو راه باغي هذو المشاكل، هو راه باغي عطال، وباغي اعلام هذا باغي يتصنت يسمع الاعلام. قال لك عطال يريح بالماضي، واصابه رشيد غزال يعني وين شكلت مشكله. بصح ما كانت مشكله، احنا راه عندنا ديفيكتيف، مدرب هذا ما عنده ديفيكتيف، ما كان حتى مشكله. راه بن عياد عاود ولا راه يلعب، زداد قال لعب، زداد قال لعب كونت مارسي. لو كان انت كي تشوف كيما هكا تقول بلي بصح، لا راني نشوفو واو، لا رانا غالطين نقولو لنا. وعطال على بيت عيط له، عطال لا راه مبليسي ما تعيطلوش، عيط لزداد قال عيط بن عياده صاي سيبو عندك زوج. وعطال ما تعيطلوش، عطال خليه يريح. راه كيسمو بن سبعيني راه معاود مولي من الاصابه، خليه يريح يريكيبيري. جيب الصح، جيب دلالي نشوفوهم. إيه ما تعاني لا من الاصابه دروك. على بالك حنايا عندنا واحد الاعلام تاعنا كي داير، هذا الاعلام الماجور وبعض الصفحات على بالك شيديرو، يوجدوا للخساره وكي يربحوا يقول لك عاود ولينا. راه يبدا يقول لك بلي وين يستعيد الناخب الوطني لدخول بتربص نهائي الشهر الجاري استعداد لمواجهه غينيا العالميه، غينيا خادم البرازيل ونيجيريا خير من الاوروغواي، يعني وسط كثير من المتاعب الفنيه المتوقعه بالنسبه للناخب الوطني المرتبطه بأسباب بجاهزيه متفاوته لبعض اللاعبين والاصابات اخرى، فضعا عن امكانيه تاخر انضمام بعض اللاعبين على عكس ما كان متوقع في الوقت السابق. بصح يقول لك المدرب تلقى خبر شباب، خبر شباب انا نشوف عطال لعب. اوكي يقول لك وكان المدرب تلقى خبر صار من الدوري الفرنسي بعد تاكيد على ان الاصابه التي تعرض لها الظهير ايمن نادي نيس يوسف عطال ليس خطيره ولا تمنعه من التواجد في تربص الخوض في الفترة الممتدة من 19 إلى 27 سبتمبر. والله ما فهم، نجيب الصح. زداد قال لعب، بن عيادة مع الوداد لعب، لعب السيبر كونتر النهضة البركانية هذيك. لعب ولا ما لعبش؟ هذا قلتو ما دروك لعب تا كيما واحد مبليسي، راكم توجدوا له باش يجي. ادوه يترب لي راموس وجيبوه، راه التقييم في اوروبا اللي يترب لي راموس ينتر في ليكيب ناسيونال، غادي كيما نقولوا له نسمعوا. في اسبانيا اللي يترب لي بيكي ولا بويول، نعاودو نجيبو بويول، اللي يترب لي بويول في ليكيب ناسيونال. لا بركاونا بركاونا، خدمو لي شنو ولا خلوه يخدم، خلو هذا لونتينيا وحده يخدم. هذا الوطن راكم تقولوا له عطال يعود من بعيد، وين من بعيد؟ ما جاش كاع، ما كاش كاع. الله يرحم الشوابي. غادي نشوف التشكيله تاع، نشوف التشكيله. بالك راني عمى، بالك راني عمى، بالك سبحان الله، بالك راني عمى، بالك راهو تنشوفو، بالك سبحان الله، بالك مانيش نشوف، بالك مانيش نشوف. أجاكسيو نيكس نيس، هاك راك نشوف صح. شمايكل هذاك، جون داني، جوردان، كريبان، اكس، صوفيا ديوب، نيكولاس، اندي ديلور، لابورت، مارسين حارس، ماديس مدافع روبلاسو، ماتي مدافع روبلاسو، إيلي هذا
مهاجم، هشام بوداوي وسط ميدان، بلال ابراهيمي مهاجم، تبقاو على خير. اي حصري اي مكاش يا مكاشة. هنا كيقولك بلي تلقى خبر صار، تاعش خبر صار او تاعش خبر صار، دير كيما ذاك المخنث هذاك اللي دالو كيما هكا بلا اللي ما لعبش يخمم على ليك ناسيونال باش يكون حاضر، خاف قال نديرو حسابكم كاينه اصابه كاين. هذه كاع مكاش، هذه كاع مكاش، هذا صوالح تاع كرة قدم. وكاين ناس مؤمنين لا بان النيفو تاعنا ولا لا باه، ما طورنا لا في البطوله الجزائريه لا في النادي المنتخب تاعنا ولا كلش لا باه. كتب ناس يامنوا مي واحد يقول لهم ما بغاش يلعب على جاليكيب ناسيونال، ما بغاش يلعب على جاليكيب ناسيونال. هذه كاع مكاش، مازالو دو ماتش، مازالو ماتش وحد اخر، كاين اللي مازالهم 3 ماتش وكاين اللي مازالهم ماتش. هذه كاع مكاش، هذه تجي تقول لي بلي بلايلي ما بغاش يلعب، خمم على ليكيب سي على هولا والله. اي قولوا لنا عطار ما بغاش يلعب، بيوجد روحو للمباراه الفاصله امام الدومي فينال كوب دي موند، امام غينيا وامام نيجيريا، كار دو فينال دومي فينال. بركاوا وين كان، وين نقولوا وين كان عطال غادر مباراة نيس وموناكو في المرحلة السادسة من الدور الفرنسي بعد مشاركته لمدة 34 دقيقة فقط بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ. وين تخوف الجزائري، ما تخوفنا ما والو، أنا ما خوفتش عليه، أنا فرحت، قلت أنايا مليحة ما يحضرش ليكيب ناسيونال، خلينا نشوفوا زدادكا 90 دقيقة، ماذا بيا نشوفوا دو ماتش 90 دقيقة زدادكا، نحكم على زدادكا ليشان 90 دقيقة. 90 دقيقة 90 دقيقة، ماذا بيا عطال ما يجيش. بمجرد رؤيته لصور معاناته، وهو الذي غاب لفترة طويلة خلال موسمين الماضيين بسبب لعنة الإصابات وعلى وجه التحديد معضلة منها. عطال التبليسة من نهار اللي راح النيس ورواح، التبليسة 22 خطرة مع المنتخب الوطني مع النيس. على بالكم عطال على لاعب ليكيب ناسيونال من 2017 أول مباراة هنايا كونت أدي باير، نهار اللي بليساه ادي باير دخل تحت كرعي تاع ادي باير، تقسم بلي خروف تخبل في كرعي تاع ادي باير. مين كان فارديا قال لهم اني، قال لهم كتف هود كوا حتى الكره راه يلعب كوب دي موند، يجي رابد كراع منا كتف منا. حتى نهار اللي لعب كونت مارسي قدام لي تبليسه، موراها تبليسه الماتش الزاوج كونت اجاكسيو وقيله تبليسه. قلت لكم ضد فيديو في الليل مي كنت بارتيا مارسي نيس، قلت لكم عطال لعبوا من جهته بزاف، قلعوا له الشياط راه خاصو الزيت، كره عمر الزيت كان ما يتبليساش، نشفوا له الشحم اللي كان في الكابيه وكلش نشفوه له. قلت لكم غادي يتبليسا، وصح التبليسا، عرفتوا بلي غادي يتبليسا. غادي قال الشيط هذا. ومن جهة أخرى، وين إيسا رشيد غازال، وين الغائب منذ أزيد من 15 يوم عن ناديه التركي، وين ضربة، وين شكلت ضربة موجعة للمدرب لأنه تقلص خياراته الفنية في وقت كان سجل فيه غازال بداية جيدة في الدور التركي. بصح بصح لون ترينر تاعنا كان يدير لبدا، كان يدير رشيد غازال خيار أول، ما كانش يديروا الخيار أول، ما كانش يديروا خيار أول، يكذبوا عليكم، يكذب عليكم اللي يقول لكم باللي مدرب جامع بالماضي كان داير غازال خيار اول. غازال خرج 100 باسير 100 جوار في ليكيب تاعو في الترك، دا الشامبيونات دا لاكوب، مورال طالع عنده، ما عيطلوش لعب كوب دافريك، ما عيطلوش لعب كوب دافريك. هذه انتوما ما تعدوش عليها، بصح انا نهضر عليها، ما لعبوش كوب دافريك، ما بقاش يدخلها في 61 مليار. جاب في غولي مبليسي 4 ماتش قبل لا نلعبو، قبل لا ندخلو تربص تاع قطر اللي دارو باش نهودو، جاب في غولي مبليسي بطو يدي حقه، وما جابش رشيد غازال. يعني كاين امور زويت رويت، كاين صوالح تاع زويت رويت، هادي ما راك عارف والوها. انا جاب اروا قال له قعد، ديت شو سيلفا قعد دور غير هنايا قدامي، عندو 60 مليار داخله، كل واحد يدير لابار تاعو. ما بغاوش يهودوا الكاميرون، تا دخلت لي كونت باش هودوا اون بوغ. ما تنساوش عطونا جيم
كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو باش دائما يكون معكم جديد ان شاء الله بربي، وربي يحفظكم. صحيتو خاوتي.